بص يا شباب، هنبدأ الأول إن شاء الله. أول درس عندنا حل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد، تمام؟ هو الدرس ده إحنا عندنا فكرة عنه شوية من الإعدادية، عندنا فكرة عنه شوية من الإعدادية، اللي هو إيه؟ لما أنا كنت أقول مثلاً أوجد مجموعة، بس رياضة أولى ثانوي، توجد مجموعة حل المعادلة أو ميم ح، يعني ودي في معادلة زي كده، س تربيع ناقص 5 س زائد 6 ص. بص يا جماعة، دي أنا كنت بحلها إزاي؟ قدامي حاجتين، اللي شاطر في موضوع التحليل يحللها، اللي مش شاطر في موضوع التحليل يعملها بالآلة، هوريكم إزاي بالآلة برضه. طيب، بيفتح قوسين، اللي هيحلل بيقوم فاتح قوسين كام؟ السين تربيع بعملها س في س. طب الستة بعملها كام؟ بعملها 3 في 2. طب ليه 3 في 2؟ أنا عندنا دلوقتي الستة لها حاجتين، الستة لها حاجتين، يا إما 3 في 2 يا إما 6 في 1. طب أنا هختار مين؟ أبص على الشرط الأخير ده، الشرط الأخير دي موجب. موجب يعني ايه؟ الاخير هو اللي بيحدد العمليه يا جماعه. طالما الاخير موجب يبقى معناها اختار رقمين مجموعهم، اولا حاصل ضربهم 6، يعني انا عارف ان 6 في 1 ب 6 و3 في 2 ب 6، بس يا ترى اختار 6 و1 ولا اختار 3 و2؟ هنجرب عليهم عمليه الجمع. طب ليه ما تجربش عليهم الطرح؟ لان الشرط الاخير موجب. انا هجرب عليهم الجمع، فاقوم جامع 6 زائد 1 هلاقي ادتني 7. اجرب 3 زائد 2 هلاقي ادتني 5. طب ابص على في النص هلاقي في النص كام؟ 5. يبقى انا هختار 3 زائد 2 تاني. يبقى انا الاول فتحت قوسين كتبت س وس، جيت على الست، الست انا مش عارف اختار لها 6 في 1 ولا اختار لها 3 في 2. هنختار على اساس ايه؟ على اساس الشرط الاخير، الشرط الاخير دي موجب، يبقى نختار اللي مجموعهم يدي اللي في النص تاني، يعني اختار الرقمين اللي مجموعهم يديني اللي في النص. طيب لو انا اخترت 6 و1 هلاقي مجموعهم 7، طب لو اخترت 3 و2 هلاقي مجموعهم 5، يبقى انا اختار 3 و2. اقوم كاتب الثلاثه هنا يا جماعه الكبيره والاثنين هنا الصغيره. طب بالنسبه للاشارات بقى نعمل ايه؟ دايما اكتب الكبير هنا والصغير هنا، يعني الثلاثه هنا والاثنين ده. ليه؟ لان الاشاره بتاعت النص دي هتنزل مع الكبير. اشاره النص هنا سالب، هتنزل مع الكبير. وبعدين اقوم عامل، بص يا جماعه، سالب في موجب لسالب، اقوم حاططها للصغير. اقولها تاني. انا فتحت قوسين س تربيع عملتها س في س. جيت على الست. الست عباره عن 6 في 1 او 3 في 2. يدوا 6. طب انا هختار على اساس ايه؟ هختار 6 و1، يعني احط هنا 6 وهنا 1 ولا احط 3 وهنا 2؟ قالوا نبص على اشاره الاخير، الاخير ده هو الليدر بتاع المساله، يعني هو اللي بيحدد القصه. طالما ان هو موجب يبقى انت تختار لي عددين مجموعهم يدي 6، مجموعهم يدي اللي في النص، مجموعهم يدي اللي في النص. فانا لاحظت حاجه، ان انا لما جمعت 6 زائد 1 لقيته اداني 7، جربت الجمع على دول 3 زائد 2 لقيته بيديني 5، يبقى انا هختار 3 و2. حط الثلاثه الكبيره هنا والاثنين الصغيره هنا. طيب هبتدي اقوم عامل ايه بقى؟ الاشارات اظرفها، السالب اللي هي بتاع نص دي هتنزل مع الكبير. طب اجيب اشاره الصغير ازاي؟ نعمل سالب في موجب، مثال نزلها هنا. الخطوه اللي جايه بقول له ايه؟ بقول له يا اما القوس ده يساوي صفر او القوس ده بيساوي صفر، يعني يا اما س ناقص 3 ده بيساوي صفر او س ناقص 2 بيساوي صفر. نودي الثلاثه بعكس الاشاره الناحيه الثانيه يا جماعه. طب انا لو وديتها بعكس الاشاره هتبقى صفر زائد 3، يعني هتبقى س تساوي 3. نودي الاثنين بعكس الاشاره هتبقى س، الصفر كان مكانه فاضي، فلما اودي الاثنين بعكس الاشاره هي سالبه هتبقى موجبه. تلاقي الس ب 3 او الس ب 2، اقول له ده مجموعه الحل تساوي 3 و2.
يبقى انا كده حليت له المساله. طيب اللي عايز يحلها بالاله، اللي عايز يحلها بالاله، اصور بس دي الاول. طبعا انا بصور وهبعت لكم على الايه؟ يعني هبعت لكم ان شاء الله على كل واحد على بس ما نعمل جروب، هبعت لكم على الواتساب على ما نعمل جروب. اوكي؟ طيب. اللي هيحلها باستخدام الآلة يا جماعة هيعمل ايه؟ بصوا بقى. يعني هي جايله كده وعايز يحلها بالآلة، مش عايز يوجع دماغه في موضوع ان هو يعمل تجارب ويعمل الكلام ده كله. يعني ممكن احلها بالآلة؟ اه ممكن. همسحها تاني اهي، هي جايه لي كده وانا عايز احلها بالآلة. كل اللي عليا ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ اقوم فاتح القوسين س و س ب. بصوا بقى هكتب على الآلة ايه؟ هفتح على الآلة زرار اسمه مود. اول ما افتح زرار المود هلاقيه كاتب لي ايه؟ واحد وجنبه كلمه، اثنين وجنبها كلمه، ثلاثه وجنبها. في آلات هلاقي مكتوب كده خمسه وجنبها ايه؟ كلمه اي كيو ان كده. اي كيو ان اختصار ايكويجن، يعني يعني معادله. فانا هدوس مود بعدهم دايس خمسه. طالما هي بقى ايه؟ في آلات تانية تلاقي مكتوب جنب كلمه ايكويجن دي ثلاثه هنا. يبقى انا لما ادوس مود هقوم دايس على ثلاثه. يعني المهم ادوس على اشوف كلمه ايكويجن دي اللي هي اي كيو ان مكتوبه جنب الخمسه ولا جنب الثلاثه؟ مكتوبه جنب الخمسه ادوس خمسه، مكتوبه جنب الثلاثه ادوس ثلاثه. هيقوم ظاهر لي المنظر ده يا جماعه. هيقوم ظاهر لي منظر كده يقول لي ايه؟ اي اكس بلس بي واي ايكوال سي، ولا اي اكس باور 2، مش عارف كام منظر كده. هلاقي ثالث واحد فيهم، ثالث واحد فيهم، يعني هلاقي منظر كده جنبه واحد، منظر جنبه اثنين، منظر جنبه ثلاثة. هلاقي المنظر اللي جنبه ثلاثة ده كاتب لي كده اي اكس باور 2 بلس اي اكس بلس سي. يبقى تاني انا دوست زرار المود، او اول زرار هدوسه هو المود. اكتبها تاني هنا كده باختصار جنبها. اول زرار دوسته هو زرار المود. اللي معاه آلة يجرب معايا دلوقتي. هيدور على كلمة ايكويشن دي هيلاقيها جنبها خمسة يقوم داس خمسة. طب لقاها جنبها ثلاثة يقوم داس ثلاثة. هتقوم الآلة فاتحة له المناظر دي، كاتبة له واحد ويديله معادلة، اثنين ويديله معادلة، ثلاثة هيلاقي المنظر اللي هو ثلاثة مكتوب فيه إيه؟ أس اثنين كده. اللي فيه أس اثنين ده هو اللي هختاره. رقمها كام؟ ثلاثة، أقوم داس ثلاثة. يبقى دوست مود خمسة ثلاثة. يبقى في آلات بتبقى مود خمسة ثلاثة، وفي آلات بتبقى مود ثلاثة ثلاثة. تمام؟ طيب بعد ما عملت كده بقى ابتدي ادخل البيانات بتاعتي. يبقى في آلة بتبقى مود، بدوس مود وبعدين ادوس خمسة وبعدين ادوس ثلاثة. في آلة تانية بدوس ايه؟ بدوس مود وبعدين ثلاثة وبعدين ثلاثة. سواء دي او دي هيظهر لي المنظر اللي هقول عليه دلوقتي ده. ايه المنظر اللي هيطلع دلوقتي؟ هيطلع لي منظر يعني بعد ما ادوس ده او ده، دي آلة ودي آلة، هيظهر لي منظر عامل كده. اعمله هنا كده. ايه كده؟ وجنبها بي كده، وجنبها سي كده. ايه بقى ايه وبي وسي دول؟ اللي هو ده يا جماعه معامل السين تربيع ده اللي هو فيه هنا واحد اصلا مش مكتوب. معامل السين تربيع ده بيسموه الف. يعني هنا الالف بكام؟ بواحد. معامل سين يعني جنب سين ده بيسموه ب. اللي من غير سين خالص بيسموه جيم. فانا هعمل كده للآلة. هدخل اول حاجه واحد وهم قايل لها يساوي دي زي انتر كده، يعني دخلي لي البيان ده. فانا هكتب سالب خمسه واقول لها يساوي. هتلاقي الاله لوحدها بتنقل، يعني كتبت لك في الايه هنا مكان الايه دي كتبت لك واحد. لما ادوس يساوي اكتب لي واحد، ادوس يساوي واكتب سالب خمسه واقول له يساوي. يساوي دي زي انتر، يعني دخل لي المعلومه دي. تمام؟ وبعدين الست يساوي كده. انا دخلت كل بيانات المساله كده، دخلت كل بيانات المساله. بعد ما دخلت كل البيانات دي يا جماعه هم قايل له ايه؟ كمان يساوي، كمان يساوي. هيقوم ظاهر لي منظرين، هيقوم ظاهر لي منظرين على الشاشه. هيقول لي اكس 1
يساوي 3. لو انا قلت له اديته يساوي تاني هيقول لي اكس 2 يساوي 2، اكس 2 تساوي 2. تمام؟ طيب وهوريها لكم انا على الاله دلوقتي، بس مش هتبان قوي على الشاشه، فانتوا تجربوها بالاله في البيت. خلاص الاجابتين اللي طلعوا دول يا جماعه شايفينهم 3 و2 دول، انا باجي جوه القوس هنا واعكسهم. اعكسهم يعني ايه؟ يعني هو قال لي على الاله اكس 1 تساوي 3، يعني معناها الاولانيه القوس الاولاني 3، لا انا هعكسه هخليه سالب 3. يعني الاجابه اللي طلعت هنا نعكسها، والاجابه دي نعكسها في القوس الثاني. يبقى الاكس 1 ب 3 والاكس 2 ايه؟ عملناها هي طالعه لي 3 ودي طالعه لي 2، انا قمت عاكسهم جوه القوس خليتهم سالب 3 وسالب 2. بقت مساله عاديه زي المساله اللي فاتت ونكمل بقى. يعني انا كاني عملت موضوع التحليل بس بالاله. ده اللي عايز يعملها بالاله. والله اللي شاطر في التحليل وعارف الستة 2 في 3 وحافظ جدول الضرب والكلام ده طبعا اسرع من الكلام ده كله. بس هي الاله برضه سريعه، انا بس عشان ايه كاتب الزراير اللي هتدوسي عليها. لكن انت لو جيت تجربيها مع نفسك هتلاقيها سهله. طيب ببتدي بقى اكمل خطواتي، اقول س ناقص 3 تساوي صفر، او دي او بتاعت الرياضه تبقى الف جنبها فاصله كده، س ناقص 2 تساوي صفر. اقول له يبقى يا اما س تساوي 3 يا اما س تساوي 2، لان بنقل ده العكس الاشاره. يعني زي تكمله المساله اللي فاتت، هو الفرق بس ان انا ايه حلتها او التحليل ده اللي هو القوسين دول عملتهم بالاله. يبقى مجموعه الحل ايه يا جماعه؟ 3 و2. طيب اتمنى نكون فهمنا شغل الاله ده، اللي مش فاهم يكتب لي حتى في الشات انه مش فاهم موضوع الاله، لان التحليل انا هحل بعد كده بالتحليل، بس انا يهمني الاله ليه على اساس مثلا اللي عايز يجربها بالاله اوكي مش غلط. طيب صورها، خدوا بالكم انا بصور السبوره وهبعتها لكم على الايه، هبعتها لكم على الواتساب. طيب لو جه قال لي بقى مثلا كده يا جماعه، يعني هاخد نفس المساله وهعرفكم ان الاشاره بتاع الاخير ده بتفرق في ايه. يعني قال لي كده، طبعا هيقول لي برضو كله اوجد ميم ح، كله اوجد ميم ح المعادله، وما يلي س تربيع ناقص 5 س ناقص 6 س. فطبعا في ناس هيقولوا طب ما الكلام ده احنا خدناه في ثالثه اعدادي، هو بيديه لنا تاني ليه؟ بيديه لنا تاني ليه؟ لان هيبقى في دروس بعد كده في الجبر مترتبه على الدرس ده. يعني هو مشكورا بيراجع لي على القديم او بيديني الدرس القديم عامله لي اول درس، عشان فيما بعد انا هستخدم الدرس ده في الدروس اللي جايه، مش في الدروس اللي جايه بس في اولى ثانوي. انا هستخدمه في ثانيه ثانوي وفي ثانويه عامه ولو دخلت كليه هندسه. ده اساسي جدا، حل المعادلات التربيعيه ده اخطر ما يكون، مهم جدا مهم جدا، حل المعادلات عامه وخاصه المعادلات التربيعيه مهم جدا. هاجي انا بقى دلوقتي، طب ايه الفرق بين دي واللي فاتت؟ تقريبا شكل بعض بالظبط، بس بصوا اشاره الحد الاخير ايه يا جماعه؟ سالبه، واحنا قلنا ده هو الليدر اللي بيحدد الموضوع. انا برضه همشي مسالتي عادي، سين وسين، خدوا بالكم ركزوا عشان هدي لكم مسائل تعملوها. صفر، هاجي على الست، الستة دي لها حاجتين، يا اما ستة في واحد يا اما ثلاثة في اثنين. ستة في واحد بيدي ستة وثلاثة في اثنين بتدي ستة. طب انا هختار مين؟ قال لك لازم نجرب على الرقمين دول، يا اما جمع يا اما طرح. نجرب عليهم، يا اما جمع يا اما طرح. طب انت هتجرب جمع ولا طرح؟ قال لك الاخير ده هو اللي بيحدد الموضوع، هو جاي سالب يبقى احنا هنجرب عليه بطرح. يعني طالما ده جاي سالب يبقى هنجرب عليه بطرح. طب جرب الطرح كده، يعني اعمل لي 6 ناقص 1 هيديني 5، 3 ناقص 2 هيديني 1. فلقيت مين يا جماعه؟ لقيت ان، لقيت ان 6 ناقص 1 هي اللي ادتني اللي في النص اللي هو 5. لقيت ان 6 ناقص 1 هو اللي اداني اللي في النص اللي هو الخمسه. يبقى انا هختار 6 و1. هختار 6 و1. اشمعنى 6 و1؟
طب ما انت في المساله اللي فاتت اخترت 3 و2. اه، لان المساله اللي فاتت كان الشرط الاخير هنا يا جماعه موجبه، فانا اخترت اللي مجموعهم، مش الموجبه، موجب خاص بالمجموع، اخترت اللي مجموعهم يدي اللي في النص. ولكن هنا الشرط الاخير سالبه، فانا اخترت اللي الطرح بتاعهم يدي اللي في النص. طيب، فلقيت 6 و1، اكتب هنا الستة وهنا الواحد. الكبير دايما اكتبه هنا والصغير اكتبه. طب لو انا هعملها بالآلة زي ما اتفقنا، طبعا هكتب مود، وبعدين هدوس 5، وبعدين هدوس 3، وابتدي اكتب ايه بقى؟ اكتب الارقام بتاعتي. في هنا 1، اقول له 1 يساوي سالب 5 يساوي سالب 6 يساوي، وهكذا. تمام؟ وفي الاخر اكتب يساوي. هتقوم القلم مطلع لي ايه يا جماعه؟ مطلع لي كده اكس 1 بتساوي، على الشاشه بقى طلع لي على الشاشه كده اكس 1 بتساوي، هذه هتطلع لي الاشارات معكوسه. يعني هتطلع لي اكس 1 بتساوي 6، اقول لها يساوي تاني، هتقول لي اكس 2 بتساوي كام؟ سالب 1. فباجي انا اقوم عاكسهم، هي 6 بقوم انا عامل هنا سالب 6، هي سالب 1 بقوم انا عامل هنا موجب 1. طيب، واحد مش عايز يعمل بالآلة زي ما اتفقنا، هينقل الرقمين اللي حصل طرحهم يدي اللي في النص. فلقينا ايه؟ 6 و1. طيب، فهنعمل ايه يا جماعة؟ نكتب الستة هنا والواحد هنا. هنزل الإشارة دي هنا. دايما اكتب الكبير هنا والصغير هنا. بنزل إشارة الكبير دي هنا، يعني الإشارة اللي في النص دي بنزلها مع الكبير هنا. طب الإشارة التانية دي بجيبها إزاي؟ بعمل سالب في سالب هيديني إيه؟ موجب. يبقى بضرب الاتنين دول في بعض يديني تاني. يبقى اللي هيعملها بالآلة هيطلعها كده، بس يعكس اللي يطلعوا دول. اللي هيعملها بدماغه كده هيطلعها بره. أوكي؟ طيب، بعد ما خلصت كده بقوم قايل له إيه؟ يا إما س ناقص 6 هي اللي بتساوي صفر، يا إما س زائد 1 هي اللي بتساوي صفر. هودي الستة بعكس الإشارة يبقى س بتساوي 6. هودي الواحد بعكس الإشارة يبقى س بتساوي سالب 1. تمام؟ طيب، يبقى مجموعة الحل 6 وسالب 1. في حد عنده مشكلة يا جماعة في الكلام ده عشان هدي مسائل تعملوها؟ اللي عنده مشكلة يكتب لي في الشات حتى، إن أشرح كمان واحدة أو كده. يعني بالنسبة لآية تمام، وبالنسبة لحنين تمام، أدي مسائل تمام. طيب، أخد بس دي صورة، بعدين هدي لكم مسائل تعملوها لي. تمام، ماشي. ما تقلقيش يا آية، أنا هبعت لكم المسائل دي لحد إن شاء الله ما نعمل جروب، هبعتها لكم يعني كل واحد على الواتساب. وحنين برضه. لما نعمل جروب بإذن الله هن إيه؟ هن طبعًا هيبقى نبعت على الجروب بقى. أوكي؟ طيب. ده بالنسبة لدي. طيب، لو جينا بصينا على إيه بقى؟ هدي بقى شوية مسائل كده نعملهم. معرفش أنتوا معاكم المعاصر ولا لأ، فأنا هدي لكم مسائل من دماغي على أساس، او ممكن اديلكم من المعاصر برضو على ما تيجوا تجيبوه. ايه؟ طيب، هناخد تمارين اهي. طيب، على حل المعادله التربيعيه. خدوا بالكم بقى ايه بقى حل المعادله التربيعيه؟ بالتحليل. ليه؟ لان هتتحل بعد كده يا جماعه، ممكن احلها بالصوره العامه للمعادله التربيعيه. المسائل دي يا جماعه انا هكتبها، طالما انتوا فهمتوا محدش يسال ولا سؤال، لدرجه ان انا هقفل المايك. هتحلوها، بعد ما تحلوها هتلطوها صوره وابعتوها لي على الواتساب. انتوا الاثنين معاكم اكيد رقمي الواتساب، اهو هبعته لكم اهو تاني 010 11 36 21 84. يبقى انتوا هتحلوا المسائل، سجلوها عندكم لو سمحتوا 010 11 36 21 84 مستر عاطف. طيب، انتوا هتحلوا المسائل اللي انا هديها لكم دلوقتي. بعد ما تحلوها
هتبعتها لي صوره وتبعتها لي على الواتساب خلاص. وانتوا بتحلوا مش عايز اي حد يسال اي سؤال خالص. ليه بقى؟ انت هتبذلي مجهودك كله او قصارى جهدك زي ما بيقولوا في ان ايه نحاول نحلهم. طب انا بعد ما انتوا تحلوهم انا هحلهم تاني. ليه بقى؟ عشان اللي عنده اي غلطات يستفيد من اخطائه. حتى لو انتوا حلوهم صح حلوهم تاني لسبب. ساعات انتوا بتكونوا حالين بحل بس مطول شويه، ناسيين خطوه معينه. فانا بحلهم تاني حل نموذجي، انت بتراجعي معايا تشوفي هل الحل ده يعني احسن من حلك ولا حلك انت احسن. يعني ساعات ممكن الطالب يحل حل اقصر من حل المدرس وكويس. تمام؟ فممكن اكمل بالحل بتاعي. خلاص؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان شاء الله لما نكمل مع بعض بعد كده بيبقى كل حصه بعمل امتحان صغير كده، مش امتحان بمعنى امتحان يعني كبير او كده. يعني مثلا سي احنا خدنا الدرس الاولاني في الجبر، الحصه اللي جايه ان شاء الله هيكون امتحان على الدرس الاولاني ونكمل شرح الدرس الجديد اللي انا فيه. تمام؟ مع طبعا تصحيح الواجب. يعني مثلا احنا خدنا الدرس الاولاني اهو، هنقوم جايين الحصه اللي جايه كويس صغير كده بتاع 5 دقائق، امتحان صغير بتاع 5 دقائق كده على الدرس اللي فات. بعد كده بنصحح الواجب هنا برضو، نحله هنا على السبوره بنصححه على اساس ايه؟ زي ما قلت لكم لو في طرق مثلا طريقه المستر افضل في الحل نتبع الطريقه دي. انا كطالب طريقتي احسن في الحل او شايف انها اسهل عليا امشي بطريقتي، مش لازم طريقه المستر. الحاجه الثانيه انا ناسي خطوه معينه، انا غلطت في رقم معين، انا بتاع كله يستفاد من ايه؟ من بعض. بعد كده بناخد درس جديد نشرحه. تمام؟ يبقى الحصه بتتكون من امتحان وبعدين نعمل تصحيح للواجب وبعدين ان انا عندي الواجب ده اهم حاجه. انا مش هكتر عليكم في الواجب ما تقلقوش عشان عارف ان عندكم مواد ثانيه. بس الواجب اهم حاجه ليه؟ الواجب ده مرايه ليكي وليا. بيعرفك انت مثلا ايه انا مش فاهم الحته دي. يبقى ادوس عليها شويه في المذاكره. انا كمستر الواجب بيفرق معايا في ايه؟ بعرف مثلا الطلبه مش فاهمين الدرس ده بدليل ان حلوا الواجب مش صح، اعيده تاني او نتمرن عليه اكتر، لقيته مفهوم الحمد لله خلاص بنقلب على درس جديد وهكذا عشان ما ننتقلش لدرس جديد واحنا القديم مش عاملين له عمليه هضم او اتقان يعني. طيب بس طبعا الحصه دي ما فيش امتحان بقى على اساس لسه يعني ايه اول حصه. يا ريت تكتبوا الرقم عندكم لسبب عشان انا هبتدي ادي تمارين اهو. طيب اول حاجه هقول بقى ايه؟ سين تربيع ناقص 4 سين زائد 3 تساوي صفر. هقول نحلها دي. سين تربيع زائد 2 سين ناقص 8 تساوي صفر. خدوا بالكم الشرط الاخير اهم حاجه في الموضوع. طيب س تربيع ناقص 9 س زائد 8 سوسن. طيب 4 س تربيع ناقص 2 س زائد 2 س ناقص 3 يساوي صفر. هدي لكم يا جماعه ان شاء الله 10 دقائق في حل دول خلاص. احلهم وتصورهم لي وتبعتهم لي على الواتساب على الرقم ده. اوكي؟ بعدين هبتدي انا احلهم تاني عشان نشوف احنا اخطانا فين. بس طبعا ال 10 دقائق دول مفيش ولا سؤال ولا سؤال. تمام؟ طالما انتوا فهمتوا مفيش ولا سؤال. حتى لو انا حاسس ان انا حل غلط حل غلط مش مشكله. المهم تحل. خلاص؟ حليت غلط، حليت صح، كده كده انا هرجع احلهم تاني. يعني حتى الكويز اللي انا ادولكم في الحصه او الاختبار اللي ادولكم في بدايه الحصه برجع احله تاني. ليه؟ عشان زي ما قلت لكم ان انا حتى لو حلل صح بس طريقتي اطول شويه ممكن المستر يديني طريقه اسهل. ممكن المستر يحل المساله بحل مبسط شويه. او حل اسرع شويه، امتحان معظمه اختياري. فممكن المستر يحله بحل ابسط شويه. حال الغلط هعرف الغلط بتاعي فين وايه وافهمه. يعني في كلا الحالات انا ليه برجع احل تاني وراكم؟ على اساس
اللي عايز يستفاد من الحل بتاعي تمام، وبرضه الحل بالنسبة له يبقى موجود عنده كمرجع لما يجي يذاكر منه تمام. الحاجة التانية لو في حل مبسط أنا مثلا هقوله عن الحل بتاعك أوكي. الحاجة التالتة لو حد غلطان في حاجة بيعرف من خلال حلي هو غلط في إيه ويعدل إيه تمام. طيب بالتالي المسائل واضحة، هديلكم يعني 10 دقايق كده مثلا، يعني ممكن لحد إلا ربع، يعني دلوقتي 36 لحد إلا ربع كده يعني تمام، 5 إلا ربع هتحلوهم، وطبعا تبعتهم لي على الايه على الواتساب، هتبعتوا لي صوره، انت طبعا بتحددوا في الكراسه قدامك، تقولي لقطه الصفحه بتاع الكراسه او الصفحتين اللي انت عملت فيهم صوره، وبعتها لي على الايه على الواتساب تمام. عايز تبعته بقى من مثلا من رقمكم، من رقم بابا، من رقم ماما، مش مشكله، المهم بس ايه يعني لو سمحت بس تقولي لي ايه انا ايه انا حنين كده يعني عشان ابقى عارف بس اوكي، لان مش معايا الارقام طبعا. فمثلا انا ايه انا حنين، الرقم اللي تبعت منه سواء رقم بابا او رقمك او اي رقم، بس قولي لي قبل او اكتبي لي مثلا فوق الحل ايه مثلا او تحت الحل ايه او حنين، عشان بس ابقى عارف ده بتاع مين وده بتاع مين، على بس ما نعمل جروب. وهيبقى طبعا اي شغل اي حاجه شغلنا ان شاء الله على الجروب، يعني هنبعت الواجبات على الجروب، الحل اللي في الحصه على الجروب، كل شغلنا هيبقى من خلال الجروب، مش هنتعامل خاص خالص تمام، عشان نتعامل تواصل على على الرقم الخاص خالص تمام. يلا اتفضلوا، هناخد لحد الا ربع كده هنخلص.